بضرة تعالي افتح انا بانشو. يا مجد تعالي شوفي. الاسود ايه ده؟ ده بيض. وانا وقع ما دولش الجرس وخبطت بيه. خبطت بيه خبطت بيه. هاتي بقى لازم بالكيكة. ايه البرود اللي فيك ده؟ يالا ايه البرود ده؟ خيج على الشبشب امسح بايه؟ يا بدرية هاتي حتة وانا امسحها. لا هيليط هيليط انا مش قادرة. حطي صابونة ومش هيليط. لا ضغط المريخ. انا هرجع هاجر. ايه اللي هاجر؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ خليك هنا ما تدخلش ما نشوف هنايم ايه. حاضر مش هخش. حاضر خربت المفاجأة اللي عايزينها. ماليش انا في القيامة مرسومة على وش الابتسامة وفي اي بلد ليا علامة. شعرك لو جيت جنب شعري اضربك. في اجر ده انا بهزر معاك. طب اعجن يلا اعجن. هو كده اما اشوف الباقي ايه. ونضيف كوب لبن. فين اللبن؟ اهو براح براح. يخرب بيتك. طب حطه يلا عجنوا يا ولاد يلا. يلا عادي بنتك عادي بنتك. خش يا زينة عودي حبيبتي. ايه ده الريحة دي؟ امك دي اقوى جهاز شم في مصر. انا مش شامة حاجة. لا 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 ريحة وحشة قوي. وحشة ايه يا عايدة؟ إذا كانت زينة الحامل اللي المفروض تشم أكتر مني ومنك مش شامة حاجة. ده في ريحة زفرة فظيعة. يا ماما بس والنبي هرجع. ايه يا زينة أنت كمان؟ أنت هتقرفينا ليه؟ مش كفاية أمك؟ إيه؟ إيه؟ ليه وأنا مالي وأنا اللي عاملة كده؟ لا مش أنت طبعًا معرفش. هي العيال فين؟ معرفش. أكلم هاجر؟ خدتهم وتنزل من غير ما تقول لي راحوا تصوير تاني، ده أنا هكسر دماغها. خلاص يا عايدة. على طول ظلمنا كده. لا واحنا نقدر. احنا وضبنا الشقه ولمينا اللي في الغساله ونشرناه وحطينا غسله جديده واستنيناها تخلص ونشرناهم برضه. شايفه اولادك وجمالهم وشطارتهم. اختي يا جماعه اختي. يا لهوي احنا ساعدناها. لا وكمان عامله مفاجاه كبيره وكمان مربعه وطعمها حلو. ايه ايه ربنا يستر. ما تكونيش عكيتي حاجه يا حبيبتي. يا ربي. هاجر عامله بسبوسه احلى كيكه. ايوه هتقعدي تاكلي منها. اول تجربه في المطبخ وان شاء الله تطلع حلو. ان شاء الله يا رب يا بابا يا رب. في حرام عليكي يا هاجر. حرام عليكي يا هاجر. حرام عليكي. هتشل منك. ايه عايده كل قمصانك باظت يا حبيبي. انا قلت لك تحطي كلور في الغسيل كده يا هاجر. انا اسفه يا بابا. اسفه عايده.